يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص مدح النبي صلى الله عليه وسلم في ندوة وقال يا مصطفى، فأنكرت عليه وأن قولك يا مصطفى نداء للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال هذا نداء للوصف وليس نداء للنبي صلى الله عليه وسلم، فهل كلامه وتوجيهه صحيح؟ هذه الكلام يقول شخص في ندوة في إحدى المدارس مدح النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا مصطفى، فأنكرت عليه ذلك وأن قولك يا مصطفى نداء للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن هذا نداء للوصف. لا، يا مصطفى نداء للرسول، هذا من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو قد غلط في هذا. الواجب عليه أنه يعترف بالخطأ ولا يكابر. نعم.